واسمحوا لي ان انا ارحب بمي عوده منتجه 200 متر وامين نايفه المخرج وكاتب فيلم 200 متر. مي، يعني اولا انا سعيده وفخوره ان انا بستضيف سيده فلسطينيه منتجه في وقت صعب، الانتاج الفلسطيني صعب جدا، ولكن هذه المغامره التي حازت على جوائز، انت خدتي جائزه مجله فرايتي، خدتي جائزه اخرى، قولي لي هذا أول عرض لهذا الفيلم داخل مصر أو في دولة عربية؟ قولي لي عن 200 متر. صحيح، زي ما تفضلتي، يعني مشوار 200 متر مشوار طويل، يعني له 7 سنين. مش 200 متر بس يعني. ايوه مشوار عن جد طويل، واحنا زي ما بتعرفي انه الانتاج بالعالم العربي وبفلسطين خاصة هو اشبه بالمعجزة، فانه نحقق انه نكون فيها، وخصوصا بهذا الوقت انه ننجز فيلم بظل جائحة كورونا، كمان شيء صعب. بس الحمد لله انه كنا احنا موفقين انه قدرنا نعرض العرض العالمي بفينيسيا وناخذ جائزة الجمهور، واحنا كنا كتير فخورين انه نعرض عرضنا كمان العربي بمصر بالجونة. امين، هقول لك ملاحظاتي على الفيلم. الفيلم يعني عظيم، انا بقول، انا قلت من البدايه ويمكن شهادتي مجروحه انه اتمنى ان يحصل الفيلم على جائزه في هذا المهرجان. انا كنت حاسه دايما انه البطل مخنوق او محطوط في برواز او دايما محطوط في فريم مخنوق. انت عامل اسبكت ريشيو للكادر هو دايما مخنوق، قول لي ده يعني ملاحظه سليمه ولا لا؟ يعني ملاحظه سليمه اكيد، يعني بكل تاكيد، لانه يعني هاي حالتنا اليوميه، هو الفيلم، يعني هو هاي القصه الانسانيه اللي شاركناها بالفيلم، هي قصه الاف العائلات اللي بعانوا يوميا بسبب الجدار، فالخنق هذا هو حالة يومية. يعني خلينا نشرح للناس، 200 متر بيتحدث عن أسرة ممزقة بين، يعني يمزقها الجدار الفاصل بين من هم في إسرائيل ومن هم في الضفة الغربية. فحتى في الكليب اللي احنا زعناه هو بيقول لهم تصبحوا على خير بالنور، بيبعت لهم بالبطارية كده بينور لهم عشان يقول لهم تصبحوا على خير، وبيحاول بقى ان هو يهرب في سيارة علشان يقدر ان هو، لان ابنه تعرض لحادث. مي، ايه اصعب حاجة كانت في انتاج هذا الفيلم؟ طبعا في كتير اشياء صعبة كانت في هذا الفيلم. اول اشي انه الميزانية، نقدر نجمع الميزانية، خصوصا انه يعني احنا في بلاد عربية لا تعنى بالسينما، يعني ما فيش تمويل حقيقي للسينما، لهيك احنا لازم نعمل هالطريق الطويلة لنقدر نأمن انتاج مشترك. وبهاي المناسبة انا بحب اشكر جدا الناس المنتجين المشاركين معنا بالفيلم من كل العالم، يعني من ميتافورا الانتاج، فرانشيسكو ميلزي من السويد، صندوق الثقافة الفلسطيني، الهيئة الملكية للأفلام، مؤسسة الدوحة للأفلام، هدول الناس اللي عن جد اللي كانوا حجر الأساس اللي قدرنا نقدر نعمل الفيلم فيهم. الأصعب إشي بالهي إنه إحنا فيلم طريق، إحنا كان لازم نغير لوكيشن 4 مواقع تصوير في اليوم، وإحنا كنا بنصور بمناطق حقيقية، يعني جنب الجدار، على الحواجز، جنب المستوطنات، كان هذا مرات لازم ندرسه الموضوع كتير منيح، لأنه ممكن كان عرضنا للخطر. بس الحمد لله انه كان كل شيء تمام وقدرنا انجزنا فيلم حبوا الجمهور. امين، يعني استقبال الناس للفيلم في الجونه كيف كان؟ يعني صراحه لانه اول عرض في العالم العربي والجمهور عربي، الفيلم بعده ما انعرض بفلسطين، فصراحه كان عندي تخوف، لكن اثناء العرض وتفاعل الجمهور مع التفاصيل الدقيقه تريحت. بس مع النهاية الترحيب والتعاطف والمشاعر، يعني صراحة هو يعني كان من أجمل أيام حياتي. يعني الشعب المصري يظل يعني مخلصا للقضية الفلسطينية، خلي يعني بالك، بدون يعني بدون سؤال، ده موضوع ما فيهوش شك طبعا. نفضل مخلصين للقضية الفلسطينية إلى نهاية الخط. يعني هل الإنتاج الفلسطيني يعوقه فقط الاحتلال، أم أن هناك أيضا، يعني السينما قد تكون أداة حينما تعجز السياسة، قد تكون أداة أن أنا أوصل الفكرة، أن أنا يعني أجذب التعاطف العالمي، ليه مش قادرين من خلال السينما الفلسطينية أن احنا نعمل كده؟ أنا دايما بقول أنه السينما سلاح،
وخصوصا بهذا الوقت، لانه لازم حكوماتنا العربيه والفلسطينيه تعطي اولويه كثير كبيره للسينما عشان نقدر نحكي روايتنا الفلسطينيه ونثبتها، خصوصا بهذا الزمن اللي صار فيه التطبيع، يعني ما شاء الله، يعني قطار التطبيع العربي. فانا بفكر انه احنا بامس الحاجه لنحكي قصتنا الفلسطينيه بوجهه نظرنا ونثبت الروايه تبعتنا بالسينما الفلسطينيه. هذا بده دعم، يعني احنا ايد واحده ما بتصفق. السينما الفلسطينيه مع انها ناجحه وين ما كان، لكنها هي جهود فرديه. احنا لازمنا صندوق دعم ثقافي فلسطيني عربي يقدر ننتج من خلاله. بدنا مدرسة سينما، بدنا توزيع، بدنا تلفزيونات تبث الفيلم الفلسطيني والفيلم العربي. أنا بشكركم، بحييكم جدا على هذا الفيلم اللي لمس مشاعرنا جميعا. أحيانا بصراحة بننسى القضية وسط زخم الحياة والمشكلات العربية، لكن تبقى السينما سلاح، تبقى السينما ماثلة أمام الجميع لتذكرنا أن هناك من يفصلهم الجدار العازل، وهناك من لا يجدون وطن حتى الآن، وهناك من يتشبثون بالوطن مهما حدث. بشكركم مي عودة، أمين نايفة، وبتمنى لكم التوفيق، وأتمنى أن الفيلم يحصل على جائزة بإذن الله.